أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أخ نايم. لك امي في حلب بالنسبه للوقت عد. شبك؟ ايش بدك؟ عم تعيط كمان؟ اف بدي انام، بدي انام. انام؟ انا قلت لك شيء تنام؟ نام. لا لا للامانه ما قلتي، بس صوت المكنسه لحاله بكفي. اطلع طلعنا برا بالصالون يخرب بيتك من حالك، بدل ما تقوم تساعدني عم انظف لك غرفتك. هي غرفه بني ادم؟ هي زريبه؟ هي يخرب بيتكم من حالكم. بعدين هذا صنعناك انت وابوك واخواتك. طالع برا نام بالصالون يلا. اف يا الله يا الله. غبرة 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 يخرب بيتكم من حالكم. عبادة عبادة بطيخ وراح زفت يخرب بيته من حاله ما برد. رح بحكي مع حالي انا عبادة. ايه يلا الو ايش فيه؟ مين؟ ابليس هجم بده ياخذ روحك. ليش نايم على الكنباي؟ نعم مو انت قلت لي روح نام بالصالون. انا قلت لك طلع نام بالصالون، بس ما قلت لك طلع نام على الكنباي، لانه اذا نمت عليها الكنباي بتخبط. ولك ولك كرمال الله كرمال الله، انا وين اروح انام وين؟ اف ايش هالكسل هاد، ايش هالكسل هاد؟ يخرب بيتك من حالك، في حدا بنام لهالله؟ لا 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 ما في حدا بنام لهالله، بس كمان في حدا في من الساعة 7 الصبح بقوم بشغل المكنسة وبشغل الدنيا وببلش تنظيف. امي حرام عليكي، والله العمال لسه ما طلعوا على شغلهم. هذا نشاط يا فهمان، عشان تعرف انه امك نظيفية، ما لها مخمخة مثل بيت جدك اهل ابوك. نشاط؟ وين بروح برا النشاط لما باجي بطلب منك مصاري؟ فورا بصير ظهرك عيونك راسك عم بوجعوني ولي دخلكم عيفوني عشان ما تعطيني مصاري. النشاط وين برو؟ اي لا 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 ما لها علاقة، لا تخلط عباس الدبان. اكلك. طيب ماشي، هاي تعطيني 200 ليرة، انا طالع اليوم مع رفقاتي ولازماتني. هاتي. راسي ولي ولي راسي دخلكم ولي راسي رح ينفجر ولي ساعدوني ولي 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 راسك راسك. انا امي، انا اللي بعرف حظانا لامي على الغايب انا. انا وين حطيت الشاحن؟ عندك. ايش عم تعملي انت؟ طبعا واقفة عم تاكلي بس. شبك امي؟ ايش في؟ شبني شبني؟ ولك انت اصلا كتبتك مثل قلتك بالبيت، شي نهار بس انا استفدت منك بشي، فرجيني شي نهار انا استفدت منك بشي شغله بس. ايوه ايوه وانا بعرف هالدخله امي، انت داخله حتى براسك اني انضرب صح؟ عم بتردي جواب كمان؟ ما تنى صغيرة تقوم تضربيني كف؟ لا اذا بخاطرك تعي تقصري تعي تعي يخرب بيتك من حالك، يعني ما بكفي كرشك بس عم تدي جوابات كمان. ايه ايه علي صوتك اكثر، علي صوتك اكثر عشان يسمع ابوي لسه ما سمع، علي اكثر علي علي. لك انك تحسي فيني ولا تقولي لي امي اساعدك بشي. لا لا امي علي اكثر لسه ما سمع، علي علي. ولك بدك تجلطيني، بدك تموتيني يخرب بيتك من حالك اذا بتسمعي كلمة. شو بكون ايش في؟ شو بك ام عبادة؟ ليه عم تعيطين؟ اهلا وسهلا، سمع وجع، هالمرة جيت بسرعة. ايش في؟ ليش معلي صوتك؟ ايش عامله هي المغضوبه؟ ايش عامله وليه؟ معلي صوتها؟ لسه ما شفت شيء، هلا بدها تبلش، تفضلي امي. لا بتسمع كلمه، مجننتني، اللهم كرشها، شاطره برد جوابات، اكثر من هيك ما في، شي نهار انه نستفيد منها بالبيت مستحيل طاول، مستحيل نستفيد منها طاول. ها ها شفت شفت؟ كلام عادي، يعني انا ما في ذنب محدد، كلام الامهات العادي حافظينه واحنا على الغايب، بس بدها اياني انضرب. طبعا هلا اذا حلفت لك انه انا مالي عامل شيء وبس بدي اياني انضرب ما راح تصدق صح؟ يا حقيره ولك عين تحكي للساع. شو؟ عن جد تحكي؟ بالله فطينا خطبت؟ ان شاء الله الف الف مبروك، والله ما سطلن جوات قلبي. نعم؟ تكرم عيوني تكرم عيونك، هلا بعتك اياها مع عبادة. لا ولا وش هالشغلة؟ ربع ساعة بتكون عندك مباشرة، مسافة الطريق بس.
يلا تكرم عيونك، باركي لها نيابة عني وإن شاء الله بنجي يوم الفرحة الكبيرة. الله معك تقبريني، مع السلامة. عبودي عبوشي حبيب قلبي، تعا روحي، تعا بدي اياك بشغلة، تعا يا عمري. نعم نعم عبودي وعبودتي كمان، الله يستر. خير امي ايش في؟ ما في شي ما في شي يا عمري، لا تشغل بالك منوب. كان بدي اياك بخدمة صغيرة كتير، شايف هاي سوارة الذهب؟ بدي اياك تروح توصلها لخالتك مشان تلبسها لبنتها فطينة لانه خطبت. منو فطينة؟ وانو خالة بعدين؟ ايش انا عندي خالة؟ فطينة بنت خالتك، خلا ما عاد تعرفها. اسمعوا لك، انت العيني والروحي ما بمشي معك منوب، تمسكها هي بتروح توديها لخالتك وبترجع. انا قلت لها مسافة الطريق تكون عندك، يعني ربع ساعة تكون عندها. مسوك يلا. امي قلت لك بدي اطلع مع رفيقي عم استناني فوق براس الحارة، صار اكثر من نص ساعة بستناني، بتيجي هلا بتقولي لي روح وصل لها هي لخالتك؟ بعدين انو ربع ساعة بتحكي عنهم انت؟ انا هي بس اذا قررت هلا اروح اوصلها لخالتي بدي اكثر من خمس ساعات طريق، لانه بيتها برات المدينة. لا لا لا، اليوم مستحيل انا اطلع طلب خاص. شوفي بكره عندي وقت فاضي، ما عندي شغل، بروح اوصل لها. ولك شو انتو؟ ولك انتو شو انتو؟ بدكم تجبطوني؟ بدكم تموتوني؟ يخرب بيتكم من حالكم. لك اذا ما ارتفع طاقتي ما بتروح بتوديها، ولك القاها منك ومن اختك، يخرب بيتكم من حالكم، الا نهار انفلج واموت حتى ترتاحوا. خلاص 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 امي، خلاص بوديها، امري لله. استنى استنى استنى، احط لك اياها بعبر ام الضيعه، طول بالك. ضيعه؟ هاتي امي هاتي. ضيعه هاتي. توك مسكها ميكن، هاي سوارة من عرسي غالية كتير، دير بالك. مسكها يلا. ولك هاتي امي، خلص بقى بدك تمي توصي ساعة. منين اجت هي القصة؟ انا ساعة بدي استناك هون، يعني قصة معك وينك؟ اليوم بدنا نلعب بلاي ستيشن مزبوط؟ ايه بدنا نلعب بلاي ستيشن، بدنا نطلع نلعبها برات المدينة. يلا برات المدينة؟ يعني بدك تسفرنا على حسابك؟ الله رخص الدربوسك، يخرب بيتك، وين بدنا نسافر؟ بدنا نروح نودي لها هي لخالتي برات المدينة، تقريبا شي 3 كيلو برات المدينة. وليش؟ بدنا نسافر 3 كيلو برات المدينة مشان ايش؟ نودي هي؟ ايش هاي ليش؟ هي سوارة امي ذهب، بدنا نوصلها لخالتي عشان تلبسها بنتها على الخطبة. بعدين انت شو بتسأل شغلتك انت؟ شو؟ هي ذهب قصدي ليش؟ ايش قصدك ولك؟ هي سوارة امي ذهب، شغل حرامية ما بتعمل لي، هاي يخرب بيتك، بكون بخفي ارضك والله. ايه شو بك ايش بك؟ سألنا سؤال بس، انا بدي اسأل. يعني اسمعوا لك، اوعك تلعب معي هاللعبة ها؟ غالية كثير هي سوارة امي، اوعك تقرب تلعب هيك لعبة. يخرب بيتك من هاي، لك 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 سرعة منه، يخرب بيتك هاي تلعبون. امي تتبعني الله يوفقك. قولي هلا نصيب الله يوفقك. ولك ليش ما رقبت معي خليتنا نجيب هذه السوارة؟ انسرقت السوارة، انسرقت. شو بدي عمي الله، انا انتهيت. اسمع ايش رايك نروح ندور جنب بيت خالتك؟ لأم الورد اللي سرق منك راح يوصل لها لخالتك، ايش عرفك؟ قولك انت قديشي مخك على ايش بشتغل؟ يخرب بيتك من حالك، الورد ايش راح يعرفه ببيت خالتي لحتى يودي له اياها؟ انا خلاص انتهيت، اليوم نهايتي. هلا امي بس تدري راح تعلق مشناتي على باب البيت، قاصين. طول بالك، انت اكيد ما راح تقول لهم انه ولد رقد سرق منك وراح، لانه ساعتها اذا كانوا بده يتركوك مشان قصه ما بعودوا يتركوك. اسمع انا هلا بحكي لك حكايه بتحكي لهم اياها لاهلك، واكيد بعيفوك ما سووا لك شيء. اسمع بقى، وينك يخرب بيتك من حالك؟ خالتك صدقتني 15 مرة عم تستنى السوارة، وبدها تروح على الخطبة عاد سنة تلبسها لبنتها، ليش لهلا ما رحت؟ يخرب بيتك أربع ساعات طريق، صار معك؟ بعدين وينك؟ ليش السوارة مالها بإيدك؟ صار معك؟ احكي نطوق. أنا الحمد لله أمي، أنا الحمد لله عايش، تشغلي بالك. احمدي ربك إني شغلت مخي بآخر لحظة وتركت لهم إياها لحتى تركوني عايش. شو؟ آخ قلبي دقيق قلبي، إله هذا الموضوع لازم يدخل أبوك يحلو بها، وينك أبو عواد لحقني ولي؟ اسمعوا لك، ركز معي لشوف، صح معي، شلون تجمعوا عليك اكثر من خمسه حتى شرحوك السواره؟ وبعدين هن منين عرفوا انه انت معك سواره حتى لحقوك وشرحوك اياها؟ بعدين على حكيك انه هن تجمعوا عليك وقتلوك اكثر من خمسه، ليلي شايفك مخدوش، ليلي شايفك مجروح، ليلي شايفك مضروب، وين هيك عفوك بس هيك وما ضربوك؟ وين الاثار؟ عاد ما في شيء. بدل ما تحمدوا ربكم اني رجعت لكم سالم، ولك انا كنت ماشي رايح، ما حسيت الا تفوا حوالي خمسه. خمس اشخاص كل واحد الثلاثة ب12، ما هدول اللي هيك طلعت هيك، واحد سحب سكينة، واحد سحب عصاي، واحد طالع موس، واحد بياتهم كان في معه مسدس، وبلش يضربوا محل ما بوجعك. انا قلت لهم مستحيل اعطيكم هاي السوارة، اصلا هن ايش عرفوا انا معي سوارة؟ اكيد في حدا كان عم راقبنا، اكيد اللعبة ملغومة،
وهن يضربوني انا قال لهم ما بدي اعطيكم وهن يضربوني وانا قال لهم ما بدي اعطيكم لحتى اجى واحد مات وحط مسدس براسي وخرطشه هون انا قلت رحت فيها خالص انا قلت خالص هون انتهيت نهائيا هو خرطش فاض بده يضربني لحتى طلعت حتى تركوني عايش مين ها مرحبا ابو عبد شلونك اهلا تحسيني والله بخير انت شلونك والله بخير الحمد لله عبقول مسوق هاي السواره يلي رطش الولد من ايد عبادة وهرب مسكوه اهل الحارة براس الحارة ضربوه جمعوا عليه ورجعوه الحمد لله وامنوني انا مش هوصل لك اياها تفضل هيك شوف فرجيني ولد صغير كان سرقها منه طيب ماشي شكرا عبد الحسين غلبت حالك شكرا ولا يهمك ابو عبادة يلا سلامي الله معك مع السلامة عن جد انا كتب لي عمر جديد اللي هذا لازم كنت اكون انا ميت لا 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 يا حرام طيب قوم مش نروح انا وانت على المخفر نعمل ضبط عشان يمسكوا الحراميه لا ما في داعي قصدي انا رحت وعملت يعني وقال لي الضابط يلا الحمد لله ما لقيت على خير المهم انه انت سالم وهن ببحثوا بالموضوع وبجيبوه ان شاء الله هيك بقى طيب وهي بتعرف شيء شو لحقوا يمسكوهم الله اكبر تحيا تركيا يحيى العدل